يقول هني ان البرايس اوف اروم بيست اون نمبر اوف نايت، يعني السعر يعتمد على شنو؟ نمبر اوف نايتس، عدد الليالي، والبيد تايب يعني نوع السرير او نوع الغرفه، انزين، اند روم سيرفيس، تمام. فالسعر يعتمد على شنو؟ السعر يعتمد على نمبر اوف نايتس والبيد تايب والروم سيرفيس. قال لي ask the user to type، ان التايب يتكون من ثلاثة انواع. البيت تايب يتكون من ثلاثة انواع، اول نوع عندي سنجل، نوع الثاني عندي كوين، نوع الثالث عندي كينج. فور بيت تايب يعني البيت تايب له ثلاثة انواع، يا يكون سنجل، يا يكون كوين، يا يكون شنو؟ كينج. and normal or gold for هني المفروض room service، okay؟ يعني ان الروم سيرفيس، الروم سيرفيس في نورمال او جولد، تمام. فهني عرفنا ان البيت تايب في ثلاث انواع، سنجل، كوين، كينج. والروم سيرفيس في نوعين، يا يكون نورمال يا يكون شنو؟ جولد. انزين قال لي ذا برايس بير نايت يكون 30 دينار حق شنو؟ حق سنجل بيت، و 35 دينار حق شنو؟ حق الكوين بيت، و 40 دينار حق كينج بيت، تمام؟ انزل خلونا لهني، اوكي؟ بعدين بنواصل، احنا بنكمل. فأول شيء شنو بنحسب احنا؟ احنا بنحسب، يبونا نحسب البرايس، صح؟ نحسب شنو؟ البرايس. انزل شنو هو الانبوت؟ البروجرام شنو يحتاج يعرف مني؟ عدد الليالي والبيت تايب والروم سيرفيس، صح ولا؟ عشان نحدد السعر، صح؟ تمام. فهني اول شيء بيعرف، بقول دبل، بالعربي دائما دقيقه، نقول دبل برايس، احنا بنحتاج نطلع شنو؟ البرايس. انزين البيت تايب، البيت تايب يا يكون سنجل او كوين او كينج، البيت تايب يكون سنجل او كوين او كينج، فهو عباره عن شنو؟ سترينج، سترينج البيت تايب. انزين شنو عندي بعد؟ عندي الروم سيرفيس، الروم سيرفيس يكون نورمال او جولد، فنفس الشيء بعد شنو؟ سترينج. نقول روم سيرفيس لهني، تمام؟ ما اسمع. السترينج لان عندي لازم ادخل اللي هو، شوف قال لي ذا برايس بير نايت 30 دينار حق سنجل بيد و 35 دينار حق كوين بيد، فاحنا نبي نعرف نوع البيت تايب، نوع السرير يعني نوع الغرفه، تمام. فهو عباره عن سترينج، يعني البيت تايب، البيت تايب شوف يا يكون سنجل او كوين او كينج، فدرين كلهم شنو؟ سترينج، صح؟ اسامي فيهم حروف، فهو سترينج. ونفس الشيء حق الروم سيرفيس، هنا حاطين بالغلط جولد سيرفيس، اوكي؟ روم سيرفيس، الروم سيرفيس يا يكون نورمال او جولد، فهو عباره عن شنو؟ سترينج مو ارقام، فهمت؟ قبل الاف نحتاج الانبوت، لا ايه نحتاج نعرف الحين بناخذ شنو الانبوت. انزين الانبوت شنو هم اللي يبون؟ قال البرايس بيست اون شنو؟ نمبر اوف نايتس والبيد تايب والروم سيرفيس. يعني لازم اخلي لازم اعرف بعد شنو، انا هني ما حرفت اللي هو نمبر اوف نايتس، انا بستخدمه، لا ما عرفت النمبر اوف نايتس. البرايس شنو هو البرايس اللي ابي احسبه؟ التوتال برايس اللي ابي اطلعه، اوكي؟ فالنمبر اوف نايتس لازم احسبه، لازم ادخله بعد، لا؟ فهو النمبر اوف نايتس يكون شنو؟ انتجر، انتجر نمبر اوف نايت،
تمام. رحين بقول له شنو، بروح حق الانبوت بقول سي اوت اب، لا سي اوت بطبع الجملة، لا سي اوت اول شيء بطبع الجملة بقول هاو ماني، بعمل كوتيشن هاو ماني نايت، تمام. اقول في نفس السطر فما حطيت اند لاين، في نفس السطر بخليه يدخل رقم شنو نمبر اوف نايت، فبقول له سي ان نمبر اوف نايت. هذه اول انبوت. انزين انبوت الثاني شنو عندي؟ بيت تايب. البيت تايب بقول له سي اوت بيت تايب، وخليه يدخل شنو، خليه يدخل البيت تايب ولا سي ان بيت تايب. وحين باقي اخر شيء روم سيرفيس، وسي اوت روم سيرفيس. وخليه يدخل شنو الروم سيرفر، بقول سي ان الانبوت. اوكي كلكم تمام؟ اي واحد قصدي؟ هذه اي حاجة ما يحاسبون على زين اودي في اوتو سي ان اي. انزين الحين خلصنا، الحين هنا بيكون احنا محصلين على شنو؟ على النمبر اوف نايتس والبيت تايب والروم سيرفيس. فاقدر الحين شنو؟ انتقل لبارت الثاني. بارت الثاني شنو؟ The price per night is 30 دينار حق شنو؟ حق سنجل بيت. والبرايس 35 دينار حق كوين بيت. و40 دينار حق شنو؟ كينج بيت. اوكي؟ فيعني عشان احدد السعر لازم اعرف نوع شنو البيت تايب، مو سنجل والكوين والكينج. قالوا لنا حق البيت تايب هني اكو سنجل كوين اور كينج فور بيت تايب، فلازم اتاكد شنو بقول. اف ستيتمنت بقول اف البيت تايب ايكوال ايكوال شنو سنجل. سنجل فشلون احسب البرايس؟ مثلا ابي حق ثلاثه ليالي وكان سنجل، ايش بسوي؟ 30 ضرب 3 صح؟ فبقول شنو البرايس ايكوال تو 30.0 ضرب شنو ايكوال، ها ايكوال ضرب شنو اللي هو نمبر اوف نايتس صح اللي اليوزر دخله هني number of nights. واضح؟ انزين خلصنا من السنجل، الحين شنو بنقول؟ else if. ليش قلت else؟ لان السنجل والكوين والكينج كلهم عباره عن بيت تايب، فاذا ما كان سنجل ينتقل الى شنو؟ ينتقل الى الكوين، يشيك البيت تايب هل هو كوين او لا. فبنقول if bit type equal equal الكوين، فش بنسوي؟ بنقول ان البرايس يساوي شنو؟ الكوين قال لي 35 دينار، فنقول 35.0 ضرب number of nights. اوكي؟ الحين باقي عندي اللي هو الكينج،
اللي هو 40 دينار، واقول else if. اذا كان البيت تايب equal equal شنو king، فالبرايس شنو يساوي؟ 40 40.0 ضرب number of 9. تمام، هني احنا خلصنا هذا البار الى هذا البار، الحين باقي اللي تحت. ففي احد عنده سؤال على اللي كتبته لحد الان؟ انزل الحين بني قال لي additionally for normal service it is free of charge، يعني ما يحتاج نزيد شيء اذا كان normal، يعني ما بتغير القيمة. اوكي okay. it is free but for gold add اذا كان gold ها اللي هو شنو service يعني اللي هو room service، اذا كان gold بنضيف دينار per night يعني كل ليلة دينار for single bed، يعني حق single bed يعني حق هاي. فبنروح نتأكد بنقول if room service يساوي شنو، احنا بنزيد شنو الجولد، اذا يساوي جولد بنزيد كم، بنزيد دينار حق كل ليلة. فباخذ السعر هذا بقول price plus equal شنو، وزيد دينار حق كل ليلة. فبقول 1.0 ضرب شنو number of night. اوكي ان ايش بيسوي هنا؟ بيحسب السيرفيس بكم اوكي كل ليله، وعقب بزيد على اي سعر، على السعر اللي حصله هنا. انا عندي بلاس، فهني اول شيء بيحل هذه المعادله، عقب مثلا يحصل 5 خلينا نقول او نقول 3. اوكي فايش بيصير بعدين اذا حصل 3؟ بيقول ان البرايس ايكوال تو برايس بلاس 3. اوكي هذا البرايس من وين بيجيبه؟ من هالمعادله. اوكي هذا البرايس من وين؟ من هالمعادله. فشنو بتصير المعادله؟ البرايس بلس ايكوال انه يحل هذه المعادله اللي هو 1.0 بير نايت يعني حق كل ليله، فنضربه في عدد الليالي. تمام فبعدين قال لي دينار ونص 1.5 per night for شنو queen bed. فبروح للكوين بيد بتأكد if نفس الشرط، شوفوا عشان اراويكم انه نفس الشيء حق الكوين، بنروح بنكتب نفس الشرط. اذا كان يساوي gold لان normal free فما يحتاج نحط له معادلة، فالgold gold قال لي 1.5 per night for a queen. فإذا كان الروم سيرفيس جولد بس شنو هني 1.5، بس نضيف 1.5 نفس السالفة. وقال لي 2.0 per night for king، يعني بروح أجيب king بشوف إذا الروم سيرفيس يساوي جولد بنزيد كم 2.0 per night، يعني 2.0 قال لي 2.0 per night for king 2.0 ضرب عدد الليالي. تمام فعقب ما يخلص من هال if statements بنيجي نطبع شنو، نطبع البرايس نقول see out total price is bd، وعقب بطبع شنو، بطبع البرايس. طيب الآن ونشيك إذا في أحد عنده سؤال بعد.
فشنو قال هني؟ How many nights؟ من كم ليلة؟ مثلا نحط تصريف نكتب queen عقب نكتب شنو؟ gold روب سيرفس فعطاني total price كم؟ 109.5 plus equal يسوي لك أول شيء حل هذه المعادلة أول شيء حل هذه المعادلة مثلا حصل 3 أوكي كمثال فعقب شو بيصير عقب بيقول إن الـ price equal to price plus 3 أوكي في أحد عنده سؤال ما أذكر واجد هم بيحطون لكم أغلب الظن المعادلة هي قلت لكم اشرح لكم اللوب عقب ننتقل لحل الاسئله في يوم ثاني فانت قلت لي لا نحل اف ستيتمنت فتبون نروح للوب هنشو البقيه مشكله صارتين نشوف البقية في وكامبو بس دوري بس دوري تبا بعد دلوقتي جاشا انزين احنا الحين احنا بنتكلم عن شنو عن اللوب شنو هو اللوب اللوب نفس الكودات اللي نكتبهم بس شنو بس ان انا بيتكرر شلون يتكرر الحين مثلا انا بايب اكتب دي اب حسن
علي تمام لي اوت حسن علي نضيف انكلاين هذا الكود كم مره بيتكرر مره واحده لا انزين لا بيتكرر بعد بضيفه كذا مثلا اوكي نطق بعد نشوفه كم مره بيطلع لي حسن علي بيطبع لي ثلاث مرات اوكي طبع لي ثلاث مرات فعندي شيء اسمه لوب اللوب يخليني اكتب مره واحده ويكرر لي ثلاث مرات شلون فعندنا اول نوع في اللوب اوكي اسمه فور لوب اسمه فور لوب فبقول فور انتجر اي ايكوال تو 1 مثلا اني بدي من واحد انزين متى ينتهي إذا كان الـ i less than or equal to 3 i plus plus تمام؟ الحين بقول بشرح كل نقطة إنزين بقول c out حسن علي نضيف end line إنزين فنشوف هنا الحين ان ال i equal to كم يبدي من واحد اوكي i يبدي من واحد وال i ينتهي عند وين ينتهي عند الثلاثة صح لان اخر شرط يطلع متى يطلع ترو اخر شيء بس عند الثلاثة لان اذا صار اربعة كم هل بيصير ترو هل بيتحقق هاي الشرط ما بيتحقق صح اكو عرفت هني اوريدي ايه انزين هاي الشرط ما بيطلع ترو صح فما بيدش داخل اللوب اوكي يعني اخر شيء متى بيتحقق اذا الاي وصلت لكم الى 3 لان هني النهايه عندي 3 اوكي فليش احط اي بلس بلس عشان ان الحين ايش بيصير شلون بيصير انا بايب اكتب لكم تحت هني الحين عندي واحد هل الواحد أقل من أو يساوي ثلاثة؟ ترو صح؟ فبيدش داخل اللوب بيطبع شنو؟ حسن؟ علي أوكي؟ بيطبع حسن علي إنزين بعدين بعيد اللوب عند I++ فبيزيد لي شنو؟ واحد فبيصير كم؟ اثنين فبيعوض هني هل الاثنين اقل من ثلاثة؟ فبيطلع لي شنو؟ بيطلع لي ترو صح؟ فبدش داخل اللوب، داخل اللوب شنو عنده؟ حسن علي، فبيكتب حسن علي. عقب عنده اي بلس بلس، الاي بتزيد بواحد، كم بتصير الحين؟ ثلاثة. فبي بيعوض هني بثلاثة. هل الثلاثة اقل من او تساوي ثلاثة؟ صح. فبي بيطبع شنو؟ بدش داخل اللوب، بيطبع حسن علي اوكي بعد عنده اي بلس بلس بزيد الاي بواحد الاي بتصير بكم؟ اربعة هل اربعة اقل من او يساوي ثلاثة؟ هل الاربعة لا فخلاص بيطلع من اللوب وين نهاية اللوب؟ هني نهاية اللوب فبيشوف عنده شيء تحت ما عنده ريتين زيرو بصير كل برنامج فهاي فكرة اللوب اللوب ان اخلي الكود اللي ابيه يتكرر على حسب التكرار اللي انا ابيه يعني اوكي فليش حطيت هني اي بلس بلس عشان قيمة الاي عقب يعني عقب ما يخلص اللوب يزيد لي قيمة الاي بواحد لين يوصل عند كم عند الثلاثة فشوف طراويك اذا شلت الاي بلس بلس ايش بصير فكم مرة طبع لي ثلاث مرات لان انا هني كتبت له كم ثلاثة فلو اشيل الاي اوكي لو اشيل الاي فهني اللوب مالي ما بيوقف ليش؟ لان على طول الاي بتم واحد على طول الاي بواحد ما في كاونتر ما في شيء زي لي قيمه الاي فشوف حتى اعطاني ايرور في الجافا يصير اوكي فعندي الاي هني هنقول اوكي اي بلس بلس فنحط الاي بلس بلس عشان شنو؟ عشان يزيد لي قيمة الـ i كل مرة
اوكي علي؟ انزين لو ايه انزين لو اخلي هني ثلاثة واحط هاي الشرط greater than or equal to 1 هني كم مرة بيطبع لي؟ اثنين متأكد؟ الاي الاي تزيد احنا قاعد نسوي اي بلس بلس لا الاي أربعة ثلاثة اثنين واحد أربعة متأكد؟ أصلا هني اللوب ما بيوقف ليش؟ لأن عندنا I بلس بلس فهو بيتم يزيد على هاي على القيمة فبيصير مرة بأربعة عقب بيصير خمسة عقب ستة عقب سبعة عقب ثمانية ليش؟ لأن كامل هالأرقام أكبر من واحد فدائما الشرط بيطلع لي شنو؟ بيطلع لي ترو صح؟ زين تشوفه يعني الحين بسوي رايم بس ما بيوقف ها شوف شوفه مو قاعد يوقف صح؟ فاحنا هاي الرقم قيمة الاي نبي نوصله الى واحد اذا نبي نوصله الى واحد بنقلله او بنزيده؟ احنا بدينا من ثلاثة نبي نوصله عند الواحد نقص صح؟ فنحط شنو؟ ماينس ماينس شوف الحين كم مرة طبع لي ثلاث مرات اوكي؟ الحين اوكي؟ ما ادري والله ما ادري ايش الفكرة؟ فهمتوا الفكرة؟ طبعا انا وقت اللي اتكلم انا شخص اتكلم وقت اللي اشرح متى نستخدم الفور لوب؟ عندي الاي خلينا نقول قلنا اي ايكوال تو 1 متى نستخدم الفور لوب؟ نستخدم الفور لوب في حالة ان احنا انزين في حالة ان احنا نبي شنو؟ نبي نكرر الكود واحنا نعرف عدد التكرار. هني كم عدد التكرار؟ ثلاثة. يعني مثلا ابي اكرره 100 مرة. اوكي؟ 100 مرة. نقول سي اوت مثلا حسن علي. انت لاين. فهني انا اعرف عدد التكرار، ابي اكرره كم 100 مره مثلا. فكتب لي حسن علي كم مره؟ 100 مره. ليش؟ لان انا اعرف عدد التكرار. انزين. اقدر اكتب بطريقه ثانيه؟ يعني ما ابي استخدم فور، عندنا نوع ثاني. الواي. عندنا نوع ثاني. اللي هو الواي. شلون اكتب الواي؟ بنفس الطريقة. اوكي؟ بنفس الطريقة. بس اني اقول شنو؟ واي افتح قوس وكذي. تمام؟ هاي طريقة كتابة الواي. انزين. الحين ابي احط هذين الاليمنتس. اوكي؟ هذين عندي واحد اثنين ثلاثة. وين احطهم؟ اخلي انتجر اي قبل اللوب. قبل الواي. اوكي قبل الواي تمام هذه اول خطوه سويت خذيت الاول
خليته قبل الواي. انزين الشرط دائما الشرط في الواي يكون داخل القوس، وين الشرط؟ هذا هو الشرط صح؟ فهو نخليه داخل الواي. اي اكتب الشيء اللي بكرره، اقول سي اوت حسن علي تمام، حسن علي نقول اند لاين انزين. بقى عندي شنو؟ اي بلس بلس ما حطيته صح؟ اخليه وين؟ اخليه نهايه اللوب. فهاي شوفوا هني عندي طريقتين، عندي بالفور وعندي بالواي، يسوون لي نفس العملية ما في اختلاف. خلينا نقلل، بحط هني 5 خلينا نقش ذي عشان اراويكم انه ما في فرق. بحط 5 5 تمام عشان يبين عندي 5 5 وهني بطبع جملة عشان يكون شيء فاصل بينهم. سي ار نقول الواي واي انت لاين. شوفوا بيعطيني نفس الناتج بس ان الطريقة غير، اعطاني شنو؟ نفس الناتج بس الطريقة غير. اوكي فخذيت الاول خليته هنا والشرط يكون وين؟ داخل القوس. واخر شيء قبل لا ينتقل الى اللوب مرة ثانية يزيد الاي بواحد ويروح للوب. اوكي انزل. الحين في نوع ثاني عندنا ان نوقف عند شيء معين، يعني احنا ما نعرف على التكرار. لو تشوفون احنا هني كنا نعرف على التكرار صح؟ ففي حالة ان احنا ما نعرف على التكرار شنو استخدم؟ فهني في حالة ان انا ما اعرف على التكرار، ان شاء الله ما تحت الفايل هني تبدأ أراويكم بعدين تمام. ففي حالة دقيقة خلنا أراويكم من الحين أفضل عشان تفهمون عليه بالسؤال شلون بيكم يعني. لو المنتصف المفروض إيه نشوف نستر. إيه سهل هو مالك. إنزين شوفوا هاي السؤال، شوفوا اللي محدد عليه، شوفوا اللي محدد عليه reading records، شوفوا reading records of employees should stop when the user enters شنو؟ stop. اوكي يعني شنو؟ يعني بوقف اذا اليوزر دخل كلمة شنو؟ stop. نفس هني شوفه دخل stop ووقف اللوب. اوكي ففي هالحال احنا شنو؟ ما نعرف عدد التكرار صح ولا؟ يعني اللوب هني يوقف اذا اليوزر دخل شنو؟ دخل ستوب تمام؟ فاللوب يوقف اذا اليوزر دخل ستوب. شلون سوينا؟ حطينا ان الوايد النيم نوت ايكوال تو ستوب. خلنا اشرح لكم هاي النقطة ان شلون هني في هالحالة لازم استخدم شنو؟ استخدم الوايد، ما اقدر احله بالفور. الفور متى اقدر احل؟ الفور بس اذا اعرف عدد التكرار. نفس هني اعرف عدد التكرار صح؟
اني لازم اقدر استخدم الفور واقدر استخدم الوايل. فاذا ما عف على التكرار نفس المثال اللي رويتكم اياه اللي هو نوقف عند شيء معين اوكي اللي هو عند كلمه ستوب، فهني لازم شنو استخدم؟ لازم استخدم الوايل لوب اوكي، استخدم الوايل لوب. فخلينا نقول مثلا عندي انتجر count equal to zero اوكي، ونقول string name تمام، وبنخلي name شنو كانبوت حلو، name input انه بيوقف اللوب اذا دخلنا name stop تمام. متى بوقف اللوب؟ اذا دخلنا name stop، يعني احنا بنتم ندخل اسامي، ففي حالة احنا بنتم ندخل اسامي يعني اكثر من اسم بندخل، بس cn وين بيكون موجود؟ في حالة في تكرار حق الانبوت، احنا قلنا اي شيء فيه تكرار وين نخليه؟ يعني كمثال اللي حاطين لنا هني شوفوا هني كم مرة دخلنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ففي تكرار في في الانبوت صح؟ ففي حالة ان عند تكرار في الانبوت وين نخليه؟ نخليه داخل داخل اللوب. فبقول هني مثلا سي اوت انتر ا نيم اي هاي بقول لك ليش، هاي بس عشان اراويكم يعني شيء، ابغى اراويكم شيء معين عقب. زين بعدين نقول سي ا شنو النيم تمام. فهني ايش بيصير؟ هني السي ان عملية السي ان تتكرر عندي، ليش؟ لانه داخل اللوب اوكي، فبيطلب مني اكثر من اسم، بيطلب مني اكثر من اسم. انزين احنا قلنا بنوقف عند شنو؟ بنوقف اذا كان النيم يساوي ستوب. انزين متى بدش داخل اللوب؟ بدش داخل اللوب اذا كان الاسم لا يساوي ستوب صح؟ فنضيف نوت، نوت نيم ايكوال ايكوال تو شنو؟ ستوب. فاذا كان الاسم لا يساوي ستوب، اذا كان الاسم لا يساوي ستوب فبدش وين؟ داخل اللوب. بس اذا يساوي ستوب يعني الحين كمثال هني خلينا نشوف الحين مثلا انا بدخل اول اسم حسن اوكي، هل حسن يساوي ستوب؟ علينا من هاي، هل حسن يساوي ستوب؟ لا. فبيصير شنو عندي الشرط دي؟ بيصير not false صح؟ not false، فالnot ينفي لي الفولس، يعني كنا اقول مو غلط، اذا اقول مو غلط يعني شنو؟ true. دقيقة بقول لك الحين، انزين؟ فالحين طلع لي شنو؟ not false equal to true، ليش not false؟ لأن النيم، هل أن النيم حسن يساوي الستوب؟ غلط فولس، فضفني على النوت، نوت فولس يساوي شنو؟ ترو، فبديش داخل اللوب. انزين، أدخل اسم ثاني، مثلا بدخل الحين أحمد. فنفس الشيء، هل أحمد يساوي الستوب؟ لا، فبيصير شنو؟ نوت فولس يساوي شنو؟ ترو، فبديش داخل. إنزين خلينا نفترض أن دخلنا ستوب الحين، فايش بيصير؟ هل ستوب يساوي ستوب؟ فهني بيصير شنو؟ نوت ترو، فالنوت ترو يساوي شنو؟ يساوي فولز، فإذا يساوي فولز يعني الشرط ما تحقق، فما بديش داخل اللوب. أوكي؟ السالفة الستوب. زين الحين هني عندك الستوب تمام،
عندك شنو ستوب. زين هل الستوب يساوي ستوب؟ فعندي نوت بعد لا تنسى النوت اوكي. فصار عندي شنو نوت ترو صح لان الشرط تحقق. فالنوت ترو شنو يساوي؟ فولس. فبما ان اعطاني شنو الناتج النهائي فولس فما بديش داخل اللوب اوكي تمام. not name equal equal to stop هذه not. الحين بطبق انا بس ابيكم تفهمون الفكره اول عقب براويكم. انزين خلينا الحين نقول هني مثلا بنطبع الاسم حلو نقول سي اوت او ان شنو خلينا نطبع الاسم نقول نيم بعدين نطبع النيم انت لك. انزين هني بيطلع عندي ايرور. اغلب الطلاب يغلطون في هاي الشيء. شنو هو الايرور؟ الحين انتو اقروا لي من فوق اوكي سطر سطر. integer count equal to zero string name بعدين عندي void not name equal to high. انزين تقدرون تعوضون لي بالنيم؟ لان ما عندي شيء في النيم صح؟ فلازم شنو اسوي اول؟ اخذ هاي اللي كتبتها امسحها. ثواني خلنا احدد كامل. هاي اللي كتبت الانبوت امسحها تمام؟ امسحها. وين بكتبه؟ بكتبه قبل الوايل. هني حلينا ديك المشكله اللي شفناها الحين طلع على ايرور. ان الحين قبل لا ينتقل الى الوايل اوريدي احنا بنكون مدخلين شنو؟ النيم صح؟ انزين بس المشكله الثانيه الحين هل السي ان تتكرر؟ لا وين فوق وين تحت؟ ما في عندنا سي اوت النيم بنطبع النيم احنا بس. هل مكررين السي ان احنا؟ فايش بسوي؟ ففي هالحالة أنا شنو؟ مو قاعد أغير النيم، شوفوا هني اللوب ما بيوقف، دقيقة. ثواني. النيم موجود. أنا بتأكد بس. أوكي. ف نقدر نسوي بهاي الطريقة. في حالة احنا بنستخدم هاي الطريقة لازم نخليه في شنو؟ في اقواس. اوكي؟ باللي شرحته. نحط شنو؟ في اقواس. او انه في طريقة ثانية حنبراويكم. شوفوا هني اللوب الحين ما بيوقف، الحين لو اكتب حسن كله بيطلع لي نيم حسن، نيم حسن، نيم حسن. نيم حسن، نيم حسن. ليش؟ لان احنا مو مكررين الانبوت. الانبوت مو مكررين احنا تمام. قيمه النيم ما تتغير، الشيء اللي مخزن داخل النيم مو قاعد يتغير. ايش بنسوي؟ بنروح ناخذ النيم بنخليه وين؟ بنخليه نهايه اللوب. بنخليه نهايه اللوب على اساس شنو؟ ان اول مره يروح يشيك النيم اذا لا يساوي ستوب يروح يطبع النيم. فيرد يسأله عن النيم، دخل لي النيم مرة ثانية. دخل لي النيم مرة ثانية، فلو أطق الحين. فنشوف الحين لو أكتب حسن. طبع لي حسن وسألني مرة ثانية. لو أدخل أحمد. طبع لي أحمد وسألني مرة ثانية، بس لو أدخل ستوب. طق لي البرنامج. لأنه ما عندي شيء عقب اللوب لا فصك البرنامج يوم دخلت ستوب. اوكي
إنزين نقدر نكتب بدل هاي اللي سويته شنو نقدر نقول؟ نشيل نوت من هني ونحط هني شنو نوت إيكوال. حط name نوت إيكوال to stop direct. بنشوف مرة ثانية. نقول حسن. ثاني مرة ثانية. أحمد. ثاني مرة ثانية. stop. وانقع. أوكي. في أحد عنده سؤال؟ الايرور ايه وعدنا تحت عشان يتكرر عندي. اوكي هذاك ما نوقف عشان يزيد لي كل مره واحد، فهمت؟ هذاك يسمونه كاونتر لوب. الكاونتر لوب اقدر احله بالفور لوب والواي لوب، اما السنتلاي لوب بس احله بشنو؟ يعني هذه الحالة اذا يوقف عند شيء معين او اكفى عند الواي. مو شرط يكون ان عندي ستوب بس. مثلا عندي انتجر نمبر. اوكي؟ مثلا اذا كان الرقم يساوي ماينس 1 نوقف. هنقول انتر نمبر. وهني نقول سي ان نمبر. بنفس الطريقة. هنقول هني نمبر. هني انتر نمبر. بس دقيقة بعد نمبر. حتى بالارقام يعني مو بس النيم. نمبر. يعني مثلا ابي اوقف عند كم؟ ابي اوقف عند ماينس 1. يعني اذا دخلت ماينس 1 اللوب يوقف. فشنو بقول؟ نمبر not equal to minus 1. طق ران. ثواني. نمبر. فلو ادخل ارقام مثلا ادخل 5، ادخل 100، ادخل 200، ادخل ماينس 9. هاي شنو بوينت؟ ماينس 9. بس لو ادخل ماينس 1 يوقف. اوكي؟ مثلا بيوقف عند الارقام السالبة، يعني اي رقم سالب اوقف. فشنو بقول؟ متى يدش داخل اللوب؟ اذا كان الرقم اكبر من او يساوي صفر. هذا اللي بياخذ الارقام الموجبة، والارقام السالبة بيوقف. بنسوي 5، 100، 10، 200. فلو ادخل اي رقم بوزيتيف اوكي، بس لو ادخل نيجاتيف مثلا ماينس 6 يوقف اللوب. لان انا اللي ابي شنو؟ اللي اقبلهم الارقام اللي اكبر من او يساوي صفر اللي هم البوزيتيف نمبر. فماينس 6 اقل من الصفر فوقف. تمام؟ واضحة الفكرة لو مو واضحة؟ انزين الحين احنا نبي نروح نشوف بعض الافكار اللي ممكن تجيكم في الامتحان. اهم شيء تعرفون هاي الفكره. اوكي اركز عليها لان احتمال يجيكم في الامتحان، فلازم تكونون عارفين هاي الفكره. بعد ان في حاله ان احنا نبي نوقف عند شيء معين ما نعرف عدد التكرار. اوكي نفس هاي المثال شوفوا عشان اراويكم شنو قال. stop
إذا دخل ستوب يوقف. مثلاً هني في هاي السؤال، هاي السؤال خلوه بعدين. مثلاً دقيقة بدور سؤال بس. فتشوفوا هني how many left did you run؟ أربعة. فنعرف اللوب كم مرة يتكرر؟ أربع مرات. فهني أقدر أستخدم for loop وأقدر أستخدم while loop. تمام؟ فأنا اليوم أنا ما بأضغطكم، يعني أقعد أحل أسئلة وياكم، ما بيكم تتخربطون، يعني أبيكم تفهمون فكرة اللوب عقب ننتقل إلى الأسئلة. تمام؟ فبيكون في يوم زيادة عشان نحل أسئلة الـ if statement ونحل أسئلة اللوب. زين، فالحين بناخذ فكرة الماكسيموم انتجر ماكس. اوكي، ايش نطلع اكبر رقم من اكثر من رقم يعني. تمام، مثلا عندي بندخل مثلا خمسة ارقام. اوكي، فنقول انتجر نمبر وعندنا فور انتجر i equal to 1 والi less than or equal to 5 i plus plus. تمام، فنبي ندخل اكثر من رقم، فشنو بنكتب؟ بنخلي الاوتبوت وين؟ في اللوب. نقول enter a number cn number، لان انا بندخل اكثر من رقم، لا فخليت السي اوت وسي ان وين؟ داخل اللوب. تمام، الحين شلون احسب الماكسيموم؟ أكبر رقم من اللي دخلتهم أنا، شلون أطلعه؟ أقول if إذا كان النمبر، إذا كان الرقم اللي دخلناه أكبر من الماكس اللي عرفته فوق، إيش بيصير؟ فنقول إن الماكس يساوي شنو؟ النمبر. شلون؟ خلوني أطبق وياكم. أوكي؟ فرضا عندي هاي الأرقام. 5 8 2 9 4. اوكي، المفروض الماكسيمم شنو يطلع عندي؟ 9 صح؟ المفروض الماكسيمم يطلع عندي شنو؟ 9. انزل، الحين عندي هني اف النمبر، النمبر كم عندي؟ النمبر 5. انزل، الماكس كم عندي؟ 0. هل الخمسة أكبر من الصفر؟ وياي؟ خمسة أكبر من الصفر صح؟ فالماكس يساوي شنو؟ النمبر. فهني الماكس بيروح ياخذ قيمة النمبر اللي هو كم؟ 5. تمام؟ فبعيد اللوب مرة ثانية، الحين عند النمبر، النمبر كم عنده؟ 8. إف النمبر، النمبر كم؟ 8. أكبر من شنو؟ الماكس. كم قيمة الماكس الحين؟ 5. هل الثمانية أكبر من الخمسة؟ ترو صح. فالماكس بياخذ قيمة النمبر، فقيمة الماكس بتصير كم؟ 8، لأن النمبر كم؟ 8. فبعيد اللوب، مثلا احنا دخلنا كم؟ 2. اوكي، دخلنا 2، فالحين عند النمبر كم؟ 2، أكبر من الماكس، الماكس بكم؟ 8. هل الاثنين أكبر من 8؟ لا، فما الماكس ما بياخذ قيمة النمبر. بنعيد اللوب، الماكس بتم 8 ما بتتغير. فالحين عندي النمبر كم؟ 9. النمبر عندي بتسعة، 9 أكبر من الماكس، الماكس بكم؟ 8. هل التسعة أكبر من 8؟ فالماكس بتاخذ قيمة النمبر، كم قيمة النمبر؟ 9. فالماكس بتصير كم؟ 9. فالحين بنعيد اللوب، عندي كم؟ عندي الأربعة، النمبر عبارة عن أربعة، النمبر الحين بأربعة. هل الأربعة أكبر من 9؟ لأن الماكس الحين عندي بتسعة. هل الأربعة أكبر من 9؟ لا، فما بنغير قيمة الماكس. فخلاص خلصنا اللوب، لان احنا نبي 5 مرات، لا فخلصنا اللوب. فالماكسيمم كم طلع عندي؟ 9.
فهاي هو طريقة حسابة الماكسيموم. تمام؟ فخلونا نجرب نطلع لكم الاوتبوت. فعقب ما يخلص من اللوب عشان الاوتبوت ما يتكرر، فبنقول هنا سي اوت الماكس ايكوال، فنطبع الماكسيموم. طلع شنو الماكسيموم. تقرا فندخل هاي الارقام اللي انا حطيتهم 5، بعدين ندخل 8، 2، 9، 4. فاعطاني الماكسيموم كم؟ 9. اوكي. ما اسمع. إيه على حسب الارقام اللي انا دخلتهم. اوكي. اي تبي احط اسوي لك مثال ثاني؟ تمام. عطني ارقام يلا. دقيقة زين، ما شوي لا. 5، 6، 7، 8. خلاص هاي اخر رقم لان احنا حطينا 5. اوكي. فطلع على الماكسيموم كم؟ 17. تبي بعد مثال؟ يلا. يلا. اوكي. اوكي. فاعطاني الماكسيموم 10. تمام؟ انزين هاي هو الماكسيموم. فاذا نبي المينيموم نقول انتجر مينيموم. اوكي طبعا نقدر نعرفهم كلهم كسطر واحد. اوكي لان كلهم انتجر. فهني المينيموم نحط اي رقم اوت، اي رقم اوت. اوكي اي رقم اوت. بعدين اذا خذيتوا الاري بتعرفون شو تسوون هو الاصح. اوكي بس الحين مو مطلوب عليكم، الحين تقدرون تحطون اي رقم اوت. انزين فبنكتب نفس الشرط، نفس الشرط مال الماكسيمم بس بنعكس الاشاره. شلون بيصير؟ بنقول النمبر less than شنو؟ اذا كان النمبر less than المينيمم. يعني قلنا النمبر greater than maximum، بس في المينيمم نقول نمبر less than المينيمم. ايش بيصير؟ ان المينيمم equal to النمبر. فلو نطبع نقول هني المينيمم، مينيمم مثل هيك. ندخل هاي الأرقام 5، 8، 2، 9، 4. الحين شنو الماكسيموم هنا عندي؟ 9 والمينيموم 2. انطق انتر فاعطاني الماكسيموم 9 والمينيموم 2. واضح؟ انزين الحين بناخذ اخر شيء، شلون نعرف الاعداد الزوجيه واعداد الفرديه. اوكي بنحسب يعني كم عدد زوجي عندي وكم عدد فردي. خلينا نقول integer count الايفن، الايفن هو اعداد زوجيه. اوكي equal to zero، وcount odd الاود هو الاعداد الفرديه. اوكي فهني بنشوف احنا كم عدد فردي عندي وكم عدد زوجي.
تمام؟ كرو حق الايفن اول شيء. شلون نعرف ان هاي الرقم عدد زوجي؟ نحط اف ستيتمنت، نقول اف اذا كان النمبر مودولس 2 equal to شنو؟ 0. لان اي عدد زوجي، اوكي، اي عدد زوجي مودولس 2 بيعطيني صفر. اي شيء، تمام، اي عدد زوجي مودولس 2 يعطيني صفر. فاذا اعطتني هذه المعادله صفر، هذه المعادله اعطتني صفر بصير 0 equal to 0 صح، فمعناته ان هاي عدد زوجي. فبنزيد الكاونت ايفن بواحد، يعني بنقول ان هذا العدد زوجي، فبنزيد كاونت ايفن بكم؟ بواحد. بنقول كاونت ايفن بلس بلس، اوكي. وحق الاود اللي هو عدد فردي، بنقول اف النمبر مودولس 2 not equal to 0، لأن العدد الفردي إذا بناخذ مودولس 2 مستحيل يعطيني شنو؟ 0. فبنقول إن الكاونت odd plus plus، أوكي؟ العدد زوجي دائما يعطيني، إذا نسوي مودولس 2 يعطيني 0، والعدد فردي مودولس 2 مستحيل يعطيني 0. فالحين باي اطبعهم، اقول سي اوت، بس اكتب هنا كاونت ايفن. اي واحد ما فهمته المعادله لو شنو؟ انزين، شوف هني الايفن اي رقم زوجي مودولس 2 يعطيني صفر، اوكي علي؟ انزين، فاذا كانت هذه المعادله بصفر، هل الصفر يساوي صفر؟ فهاي الرقم ايفن، فزيد لي الكاونت ايفن بواحد اني حصلت رقم ايفن، اوكي؟ فهاي الايفن، اي رقم مودولس 2 يعطيني، يعني شنو؟ يعني هاي ايفن، اذا اعطاني صفر فمعناته ان هاي الرقم شنو؟ ايفن. واي رقم مودولس 2 ما يعطيني صفر فمعناته انه هو شنو؟ اود. اوكي؟ لا، هذه معادله، يعني اي رقم اود تسوي مودولس 2، هذه تتذكر مال تشابتر 2 تحسبون الباقي من القسمه، هذا هو، يعني اي رقم الباقي من القسمه يعطيني مو صفر يعني هو اود، فاي رقم باقي القسمه من 2 يعطيني صفر فمعناته انه هو ايفن. فهمت اكيد؟ الاثنين هذه معادلة، بس هذه أنا أعطيته معادلة. لا، مثلا يقول لك إن بعرف كم عدد الأرقام اللي إيفن، فتحط له هذه المعادلة، أوكي؟ شلون يعني؟ ما فهمت قصدك، بس انا دخل ارقام، ما فهمت قصدك. انزين، هو على حسب السؤال، يعني احنا بعدين بنحل تمارين بتشوف انت الافكار، فهمت؟ يعني احنا انا بس قاعد اعطيكم افكار رئيسيه ان احتمال كبير يجيكم قبل ان نروح للاسئله، فهمت؟ انزين، فنشوف الحين 5 عدد فردي او عدد زوجي، والثمانية زوجي،
والاثنين زوجي، التسعة فردي صح؟ والأربعة زوجي، فعندي الإيفن كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، والأود واحد، اثنين، أوكي؟ واضح؟ عندكم سؤال شيء؟ بس لهني ما ابي اضغطكم اكثر لانه بوقف لهني.